ان شاء الله مملحات بالطون والجبن على شكل مستطيلات. على بركه الله نبداو بالمقادير. غادي نحتاجو ورقه ديال البسطيله، انا اختاريت الورقه من الحجم الصغير. غادي نحتاجو كذلك الزبده باش ندهنوا الورقه. غادي نحتاجو الخليط الدقيق والماء باش نسدو الورقه ديالنا. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو ليها جوج بصلات مشلضين، غنحتاجو زيت زيتون، القليل من زيتون اسود مقطع، جوج علب من الطون مصفين الزيت، غنحتاجو ملح وابزار، بيضه، ونصف علبة من الشامبينيون مقطع. غنحتاجو كذلك الفرماج احمر، غادي نستعملوه للتزيين. غادي نحتاجو الجبن المربع. على بركة الله نبداو. غادي ناخدو مقلاة ندعو فيها زيت زيتون، نوضعو البصل، الملح والابزار، غنمزج هاد العناصر كامله. غادي نوضعهم فوق النار بين ما تشحرت ليا البصله ديالنا، ونتلاقاو من بعد باش نكملوا باقي المراحل. البصل متشحر، ضفت الزيت الاسود، الشامبينيون، والثوم، غادي نضيف البيضه، وغادي نحركوا كل شيء، العناصر والمقلاة فوق النار. نحركو العناصر كلها حتى تمتزج وتشرب بعضها، وغادي نطفيو النار على الحشوة. الحشوة بعد ما وجدت كتجي على هذا الشكل. انا فرغتها في هذا الاناء باش تبرد، ما تقطعش ليا الورقه. نتلاقاو من بعد باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نحشي هاد المستطيلات. بردات الحشوه، غادي ناخذ ورقه وندهنها بالزبده، نقسم الورقه على جوج. بسم الله، وغنقسم قطعة الجبن على ثلاثة. غناخد مستطيل نحطو هكذا، نوضع فوقو ملعقة كبيرة ديال الحشوة، نطوي الجناب ديال الورقة، ونحاول نطوي المستطيل على قد المستطيل ديال الجبن اللي حطيت. بهذا الشكل ندهن الطرف ديال الورقة بالقليل من خليط الماء والدقيق بهذا الشكل، مستطيل
كيجي بهذا الشكل. غادي نكملو بهذا الشكل حتى نساليو الحشوه ديالنا والملاحات ديالنا، يمكن لينا نحتفظو بهم في المجمد حتى نبغيوهم. غنوضع الطبقه الاولى هذه العلبه الغذائيه، وغنوضع البقيه. بهذه الطريقة يمكن لي نحتفظ بهم في المجمد حتى الوقت اللي نبغيهم، نجبدهم وندخلهم الفرن مباشرة. كيف ما شفنا خزنت البعض من المملحات في المجمد، ودابا غنبغي نطيب العدد اللي حاجتي به. وضعتهم في صفيحة ديال الفرن، يا اما مدهونة او مفروشة بورق طهي. ندهنهم بقليل من الزبدة. بعد ما دهنتهم بالزبدة غادي نوضع على الوجه القليل من الجبن الأحمر المبشور. بعد ما انتهيت من وضع الجبن فوق المستطيلات او المملحات، ندخل الاناء الفرن اللي غتكون الحراره ديالو معتدله. نخلي المملحات ديالنا حتى يتحمروا ويطيبوا مزيان ويتحمروا، نتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي للطبق ديال اليوم. هذا هو الشكل النهائي للطبق ديال اليوم، مملحات على شكل مستطيل بالجبنه والثوم. نتمنى هذا الطبق ينال اعجابكم وتجربوه. إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم سجلوا الإعجاب بها واشتركوا بالقناة ديالي بالضغط على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو. بصحتكم وراحتكم، وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.